يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا برحب في بدايه الحلقه بكل اهلاويه، وحشتونا وحشتوني بشكل شخصي. طبعا كلام كتير جدا عن النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وكلام مهم عن الفتره اللي جايه، وما بين نقطه طلاع الجيش وصولا لنقطه فيتا كلوب استراحه محارب جت في وقتها بالتاكيد. طبعا انا يعني كان الله في عون لعيبه النادي الاهلي، حجم المجهود المبذول في، انا مش هقول في الفتره الاخيره الحقيقه، هقول في الموسم ونص الموسم اللي فاتوا، كبير جدا، بطولات ومشاركات ومواجهات دايما على اعلى مستوى. خلينا نتفق بس على نقطتين في منتهى الاهميه. النقطه الاولى انه مفيش فريق في العالم على ظهر الكوكب على مدار التاريخ يقدر يفوز في كل المباريات مهما كان حجم الفريق واسمه وتاريخه واسم النجوم اللي بيضمها. والاهلي نفسه على مدار تاريخ طويل جدا ما قدرش حتى في كل البطولات اللي كان قابض عليها كده وفارض سيطرته المطلقه عليها قدر يفوز ويكسب كل الماتشات. يمكن جمهور الاهلي يتضايق شويه لما يحس انه العرض مش على المستوى المطلوب، او الاداء لا يرقى لاداء حجم واسماء نجوم النادي الاهلي. لكن خلينا نتفق برضه في نفس الوقت انه العبره في النهايه بالنتائج، ودي نقطه في منتهى الاهميه. على فكره كتير من جماهير الاهلي وانا منهم، في اوقات كتيره جدا الاهلي لعب ماتشات اكتر من رائعه وكان بيخسر الماتشات دي، ولكن الحقيقه كان مجهود اللعيبه وادائهم في الملعب محل تقدير كبير جدا، وما كانش فيه اي احساس او شعور بالمضايقه رغم خساره نقاط المباراه، ودي حصلت معانا في اوقات كتيره جدا. الاهم هو اللي جاي، والاهم اكتر وده اللي هنركز عليه واللي هركز عليه انا وصرف حلقه النهارده، ان احنا نشوف ايه هي الدروس المستفاده. كلام كتير جدا طبعا على الماتش اللي جاي، طبعا ماتش مهم جدا، مش عايز اقول مصيري، ولكنه في منتهى الاهميه لمشوار الاهلي في البطوله الافريقيه.